مرحبا. بنظرة سريعة على كمية الثلج اللي نزلت بشهر تشرين الثاني من السنة الماضية وهالسنة، منلاحظ أنه الثلج بتشرين الثاني 2011 كان أكثر من هالسنة، والسبب بيرجع لقلة المنخفضات الجوية الجاية من صوب المتوسط لعنا بهالفترة من السنة، بالوقت يلي كانت أكثر بالسنة الماضية. شو رح تخبينا الأيام الجاية، وهل رح تكون شتوية قاسية أو لا؟ جواب أكيد بتلاقوه بنشرتنا الجاية. نرجع لأخبار الطقس. اليوم اتجاه رياح جنوب غربي، والحرارة على الساحل بتتراوح بين 18 وال 21 درجة، على الجبال بين 5 وال 14، وبالداخل بين 11 وال 17 درجة. رطوبة عالية على الساحل، هواء خفيف لمتوسط سرعة، بحر معتدل، والجو صافي إلى غائم جزئيا مع احتمال بسيط كتير لتساقط بعض الأمطار على المرتفعات. جولة من الجو بتخدنا فوق بعض المناطق وضيعة لبنانية لنشوف كيف طقسها لنهار الأحد، ومنبلش جولتنا من عكار وتحديدا من عندقت مع 14 درجة، طرابلس 17، المجدل 14 درجة، 18 درجة بجبال، الخنشارة 10، بيروت وبعبدة 18 درجة، صيدا وصور 20، نوصل على شقرة مع 13 درجة، كمان 13 بالخيام، جبجنين 12 درجة، 16 بطليا، وختم جولتنا بالقاع و16 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم والأيام الجاية. اليوم الأحد الحرارة بنهار 20 درجة و14 درجة بالليل، 21 درجة لنهار التنين، جو ممطر لنهار الثلاثة، والحرارة 20 درجة و19 درجة لنهار الأربعة، 11 درجة بالليل. نختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم، وكل أخبار الطقس بتابعوها يوميا بنشرتنا الثلاثة دايما من الـ MTV.